السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناه مدام لمياء. اليوم ان شاء الله ما غاديش نخدموا الورد، ما غادي نخدموا هذا اليونيكورن. اليوم ديديكاس للدراري الصغار، عارفين باللي عيد المولد النبوي ان شاء الله قرب، فاللي عنده شي بنيته وبغى يتهلا فيها هذا هو لو مومون. الوغ اليوم غادي نخدموا ان شاء الله هذا اليونيكورن على حسب لي كولور ديال التوب. انا ما غاديش ندير لي كولور اللي كيكونوا نورمالمون في اليونيكورن، وهما فيهم اصلا الالوان، وكاين اللي عنده بزاف ديال لي كولور في هاد الشعيرات ديالو. مي انا غادي ندير كل واحد، حيت ديجا خدمت واحد اخر درت ليه الشعر في الغوص، دابا نوريه لكم ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو. هذا غادي ندير ليه الشعر ديالو بالشيبي، فما تمشيو فين خليكم معايا ان شاء الله باش نشوفو كيفاش غادي نرسمو هاد اليونيكورن للدراري الصغار. فوالا انا هنايا لونت الشعر ديالها كامل بهذا الشيبي. دابا غادي ناخذ لو ديغرادي ديال اللون الشيبي، غادي ناخذ تركواز. تاخذوا تقدروا تاخذوا الزرق، تاخذوا واحد لو طون زايد على الشيبي بيان سور، على حسب لي كولور اللي عندكم، ماشي ضروري تقيدوا بالالوان اللي عندي انا. المهم انا غادي نستعمل غنستعمل تركواز، حتى هو في لا مارك ديال الريش مادام بديت بها. الوغ غادي ناخذ واحد البانسو اللي هو صغير رقيق، وغادي نبدا نحدد الاماكن ديال الظل، يعني هاد الخطوط هادو اللي كيبانوا لكم كلهم غنديرهم بالظل. هنا بيان سور لان الوجه مايل شي شويه فمدرق شي شويه، عطينا واحد شويه ديال الظل على الشعر. لاحظتوا انا غادي ندير الظل عليها كامل، عاد غادي نبدا نمشي. تقولوا لي علاش؟ لان ما بغيتوش يمشي لي اللون، ما بغيتوش يمشي ليا بزاف، فلذلك تنخدم يعني ما كنجي نعاود نرجع باش نبدا نديكرادي في اللون، حتى كيكون بدا كينشف شي شويه، ما كيسرحش ليا اللون، ما كيغلبنيش بزاف. ثم بالبانسو ديالكم، نتمنى انه يكون واضح لان اليوم داك الكاميرا على ديمن. ثم غنبدا نديكرادي هاد لي دو كولور مع بعضياتهم بحيث ما يبقاش يبان ليا اللون من اللون. واهم حاجه انكم تميلونجيو لي كولور مزيان مع بعضياتهم حتى ما تبقاش يبان لك فين سال اللون الاول وفين بدا اللون الثاني. فوالا غنستمر هنا لان هذه كتبان لي باقا فيها صباغه كثيره، اذا درتها غادي تسرح لي الصباغه بزاف، لذلك غنمشي نصايب البلايص اللي ديجا بداو تينشفو واحد شي شويه باش ما ينشفوليش عاوتاني بزاف فوق القياس. Thank you.
بنفس الطريقه غادي نستمر في الشعر كامل حتى كنديغرادي هاد لي كولور كاملين. شوفوا ملي كنبدا ندور ندير داك الحركه الدائريه بالبانسو، كندير الحركه الدائريه كنجر شويه الصباغه ونعاود نمشيها شي شويه، عاوتاني نجر الصباغه، عاود نمشيها شويه، عاود نجر الصباغه. نتمنى يكون واضح. وفي نفس الوقت كنبقى في ديك المجال ديال ديك الحركه الدائريه اللي خدمت. ما تعياوش، ما تقنطوش من ديغراداسيون، ما تقولوش صافي بركه عليها، راني حكيت صباغه وهي بنزله ما اندمجتش. ملي تحسو بصباغه كثيره تنقصوها بيان سور، كاينش مشكل. هاد الاسباس هذا راه الشعر تيبان ما بين جوج رجلين. ثم غنرجع لهادي، واخا بقى فيها الصباغه بزاف غادي نقصها. نتمنى ما تكونش يدي كتضرق. فوالا البنات، حنا درنا ديكغادي، دابا غادي ناخذو الابيض. الابيض غادي ندير فابريك بلون ميتاليك. هاد لي كولور اللي كنخدم بيهم كلهم البنات ميتاليك. غادي نجي غنبدا ندير الضو. هادو هما الاماكن اللي عندي فيهم الضوء، عفوا باقي هنايا. هادو هما الاماكن اللي عندي فيهم الضوء. ثم نفس الشيء اللي درناه بالديكغادي ديال اللون المغلوق غادي نديروه باللون المفتوح، يعني غادي نبداو نمشيو هاد اللون. اشنو عندنا؟ ان اللون هنا ان الشيبي حداه اللون المغلوق اللي هو الظل، اوتوماتيكمون حتى الظل تيكون الضوء. هاد البلاصه لانها دايره بحال الشكل ديالها بومبي، انا عطيتها واحد شويه ديال الكليغاج. ودائما الاتجاه فاش كنجرب البانسو كيمشي مع الانسيابيه ديال الشكل اللي عندي. عندي هذا الشكل غادي داير، حتى البانسو ديالي كيمشي بالشكل داير. عندي هذا الشكل عاوتاني مقور، غادي نمشي معاه الطريقه اللي عندي. فيه
نقص هنا شويه غير فوالا. الا لاحظتوا حنايا صايبنا الشعر، نزيد هنا شويه ديال الضو هنا، هذه الظل هنا خصو يكون ضو هنا فوالا. وهذا هو الشكل ديال الشعر ديالنا. الوغ مباشره غادي ندوزو باش نلونو الجسم ديال اليونيكورن. غادي ناخذ لا كولور البيج ديالي، البيج عندي في خريطة هلا، هنا تنقول لكم باللي تقدروا تخدموا باي ماركه عندكم، ماشي بالضروره لي مارك اللي كنخدم بهم انا، وانا هادشي اكسبري علاش كنوع في الصباغات باش تعرفوا باللي ممكن تخدموا باي حاجه عندكم، يعني نفس الشيء اللي درنا في الشعر غادي نديرو حتى في الجسم. غنلونو كامل بالبيج، فوالا انا غنلونو كامل ونرجعو مع بعضياتنا. فوالا انا دابا لونت الجسم كامل، دابا غادي ناخذ الماغون، الماغون ديالي ها هو بخريطه، حتى هو الا بغيتو تشوفوا لا مارك ها هي بخريطه. تنعاود ناكد انني كنخدم دي كولور اللي هما ميتاليك، ثم غادي نجي عاوتاني غنبدا نطبق الاماكن اللي غيكون فيهم الظل، يعني الوجه غيعطينا واحد شويه ديال الظل على الجسم، الجسم عطي الظل على الرجل، هاد الرجل مدله هنايا فوالا. فوالا هذا هو اللي عندنا هنا، هنا غادي نزيد واحد شي شويه ديال الظل لان هاد البلاصه مخبيه. فوالا صافي، وغادي نجمع الماغون ديالي سالات المهمه ديالو. غادي ناخذ دابا البانسو اللي هو عريض واحد شي شويه باش غادي ندير الميلونج. غنبدا بهاد البلاصه اللي ما فيهاش بزاف الصباغه، و دائما الثوب ديالي البلاصة اللي فيها كتيرة كنقص. الماغون ديرو غير شي شوية باش ما يغلبش لكم على البلون كاسي ولا على البيج. الا بان لكم شي بلاصه اللي كثرتو فيها الماغون تقدروا دو سامبلومون ترجعوا تزيدوا لها لون البيج.
نرجع هنايا ندير البيج يعني ما عمركم ما تقولوا اي خسرتها درت المارون بزاف درت هذا بزاف دائما كاين الحل دائما ممكن نصلحو الاخطاء اللي ممكن يوقعوا فوالا دابا غادي ندوزو للون الموالي اللي هو اللون الاصفر ها هو عندي تا هو بخريطه اشنو غادي نديرو بيه اش غنلونو بيه غنلونو بيه لي بات ديال لونيكور نفس التقنية باش درنا الجسم وباش درنا الشعر هي غادي نديرو في كل شيء لأن التقنية ما كتموتش يعني كنحطو لا كولور الأصلية ديال الحاجة وكنزيدو لها الظل كنزيدو لها الضو أنا ما كنخدمش بالطريقة ديال نحط الظل والضو واللون اون ميم طون وغادا وكنديكغادي نو تيعجبني نخدم بهاد الطريقة اللي هي نحط اللون الأصلي ديال الحاجة وعاد ندير ليها الضل والضو ديالها على حساب لا بوزيسيون ديالها منين تبغيو بحال هكا عندكم المساحات الصغيره منين تبغيو ديكراديو فيها الالوان حاولوا تخليوها تنشف شي شويه والا راه كلها غادي تولي لكم باللون المغلوط ثم حتى هاد القرن ديالو غادي ناخذ القهوي اللي غادي ندير به واحد شويه ديال الظل هاد لي بات شوفوا غنهز غير شي شويه غنديرو هنا هنا فوالا يعني غير شي شويه فريمون شي شويه و غادي نديكرادي هاد لي دو بات هادي محطوطه فوق هادي لان هادي ما كتبانش كامله وهادي كتبان كامله عطات عليها شي شويه ديال الظل لا. غادي ناخذ البيض واخا مساحه صغيره الا بغيتو تكون خدمتكم متقونه خاصكم ضروري تعطيوها الوقت ديالها الكافي في الخدمه حاولوا ما ديروش سورتو بالنسبه لهاد الرسوم المتحركه تنشوف بعدا دي موديل اللي مخدومين زعما ديجا فقط تلوين ما فيش ابداع نهائيا وصراحه تيبقى فيا الحال علاش اللي غيخدم تلوين يقدر يخدم باتقان هلا
صافي هنا بقات لينا العين، غادي نديرها بالداخل ديالها، غنديرو بالبيض مات فابريك لان ما غاديش يعطيني اللون الابيض فوق اللون الغوز في الميتاليك، ما غيبانليش، غير ديما يبان لي غوز، ف كفر انني نخدمها باللون مات. الداخل ديال العين غيكون كحل، وغادي نخليو هاد الدائرة الصغيرة باش نديرو لها اللي هي الضوء ديال العين او لا الضوء اللي كيكون دار في العوينة الفلاش. فوالا غادي ناخدو الغوز، غوز انديان، غادي ناخد منه واحد الشي شوية، او لا عندكم الغوز بيبي تقدروا تستعملو، مي انا حيت انا ديجا دايرة البيج غنستعمل مع الغوز انديان. غادي ندير هاد اللودينه هادي، وغادي ندير هاد الفيم هذا، ثم غادي نوزع اللون، فما غيبقاش يبان ليا بلي راه غوز فونسي، غيولي يبان ليا غوز بارد لانه غيتخلط لي مع البيج. فوالا شنو بقى لينا دابا؟ بقات لنا لا فينيسيون، اولا قبل ما ندوزو لا فينيسيون بلاتي انا نسد هاد القريعات، غادي ناخد الدوغي ديالي، الدوغي عندي فريش، هاهو هذا الرقم ديالو 3112 اكسترا جولد، فيه واحد لابغيانس فريمون واعرة، كيعطيك داك بحال راه بايطي ماشي غير ميتاليك، ترا كاين فرق بين ميتاليك وبين بايطي، ميتاليك هي كيبري وبايطي هي داير بحال فيه لي بايات، هذا ما فيهش لي بايات ولكن تيعطيك داك اللمعة بحال لي بايات مطحونين. هما اللي غندير بهم هاد النجيمات، فوالا بالنسبه لي ديسان انيمي كنديروا لهم لا فينيسيون بالكحل. غادي ناخذ الفاشون كحل ديالي ها هو ديال فولك ارت، وغادي ندير به لا فينيسيون، بحال دائما ضروري تجربوا لومبو ديالو واش كيخرج مزيان واش ما مخنقش، وغادي ندير لا فينيسيون
غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندير الفينيسيون ديالو كامل. بالنسبه لهاد النجيمات انا ما بغيتش ندير لهم الكونتور بالكحل، كيبقى اختيار ديالكم. ممكن ديروا بالفاشون بايتي دوري. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال اليونيكورن ديالنا، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليو لي لايك وكومونتير، وما تنساوش ديروا لي اشتراك في لي باج ديالكم ولا في ما بغيتو. المهم ما تنساوش تخليو لي دعوه من القلب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.